السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة الكواسون والتي سوف نحضرها بالعجين المورق الخامر أو البات فيتي لوفي، والتي نحضر بها أيضا البان شوكولا أو شوكولاتين أو أيضا البان غيزا أو الشنيك. حقيقة الوصفة يعني تحتاج القليل من الصبر والمتابعة، حقيقة أجدها من أصعب الوصفات، ليس لطريقة التحضير ولكن للحصول يعني على التوليفة الجيدة ما بين الزبدة والدقيق. يعني يرجع الأمر إلى صعوبة يعني وجود المنتجات الصحيحة واستخدامها، لذا سوف أريكم يعني وأعطيكم جميع الأسرار والمعلومات لتحصلوا على كواسون مثل الذي يباع في المخابز. بالنسبة للعجين سوف نحتاج إلى 500 غرام من الدقيق، يستحسن يعني أو يفضل أن يكون الدقيق من النوع الجيد، وبما أننا لن نتوفر عليه في المغرب سوف نضيف المحسن. نحتاج إلى الخميرة العجن 15 غرام، نحتاج إلى 50 غرام من الزبدة في حرارة الغرفة، نحتاج إلى 60 غرام من السكر، نحتاج إلى 8 غرامات من الملح، ليس قبسة ملح يعني 8 غرام تقريبا ملعقة صغيرة، وإلى بيضة واحدة، البيضة اختيارية، وهنا الحليب 200 ملل يعني كأس عنبة وثلث كأس عنبة آخر من الحليب، والمحسن هنا يعني اختياري، يعني هناك العديد من الأقوال بمسألة يعني المحسن لأن توجد فيه بعض الأضرار لأنه يحتوي على برومات البوتاسيوم وهذه يعني مضرة للصحة، لكنه يعني يستخدم في المخابز بشكل عام. نستخدم فقط منه 3 غرامات، هو يعطي العجين طراوة ويعني صلاحية أطول، يحتوي على مواد مؤكسدة، أنزيمات، مستحلبات وفيتامينات أيضا، ويساعد يعني على ثبات العجين. إذا توفر استخدمه، إذا لم يتوفر لا مشكلة، لكن هو يساعدنا في الحصول على الفيتاج أو التوراق. هنا سوف أضع يعني جميع العناصر في العجانة وأعجنها يدويا لا مشكلة. البيضة أيضا اختيارية. بالنسبة لخميرة العجن إذا استخدمتم الطرية استخدموا 20 غرام، والمجففة استخدموا 15 غرام، وأعجن جميع العناصر. بالنسبة للذين يقطنون يعني خارج المغرب يعني لا داعي لاستخدام محسن، هناك يعني نوعية الدقيق تكون يعني جيدة، أما في المغرب يعني يصعب الحصول على نوعية دقيق ممتازة. هنا أعجن العجين جيدا، بعد ذلك تلاحظون قوامه يعني ليس خفيف كثيرا، أجمعه وأشكل كرية، وهنا مسألة مرحلة تسمى البونتاج، يعني أضع هذه علامة زائد أو أنكوا وأتركها نصف ساعة، يعني تبدأ قليلا عملية التخمير، بعد ذلك سوف أبسطها على هذا النحو وأدخلها للثلاجة، من الأفضل ليلة كاملة أو على الأقل يعني 6 ساعات، أو ضعوها في المجمد يعني لساعتين، لكن ينصح يعني الأخصائيين في المخبوزات أن تبقى ليلة كاملة في الثلاجة. هنا أهم مرحلة وهي الزبدة، سوف أريكم يعني جميع أنواع الزبدة التي توجد، يعني الزبدة والمارغرين، وأريكم يعني أفضل المنتجات، يعني أفضل شيء هي بريزيدون، يعني أنا جربت جميع أنواع الزبدة، يعني أفضل زبدة هي بريزيدون بالنسبة للفيتاج وكذلك بالنسبة للمذاق. أنا أتحدث هنا عن المذاق ومسألة المنظر، يعني الفيتاج الذي ترونه في الكواسون. البريزيدون تحتوي على أكثر من 82% دهون، وتلاحظون أنها صلبة، عندما تضغطون عليها تكون صلبة. أنشور أيضا أو أنكور هي يعني أصلا هي أيضا يعني جيدة، لكن يعني هما الاثنان، لكن أفضل شيء هي بريزيدون، هي أيضا تحتوي أنكور على 82% دهون. بدوية جيدة هي تحتوي على 82.2 دهون، لكنها لا تصلح للفيتاج، لا تعطينا ذلك القوام الجيد للكواسون، لكن مذاقها يعني ممتاز. بريزيدون وانكور هما مذاقهما ممتاز وتصلحان للفيتاج، لكن ثمنهما مرتفع قليلا بما انها يعني مستوردة. هنا ماركيز ايضا هي تحتوي على اقل من 82% دهون، مذاقها يعني لا باس به. هنا المارغرين اذا لم تتوفر الزبدة لان يعني فقط ثمنها غالي بعض الشيء، استخدموا المارغرين لا مشكلة، المارغرين تعطي فيتاج جميل جدا للكواسون، لكن المذاق ليس يعني جيد. لذة وبونة جيدتين، لكني افضل بونة يعني على اللذة، يعني تبقى ثمنها جيد يعني مناسب، والمذاق يعني
يعني إذا أردتم كرواسون مثل التي تباع في المخابز الكبرى، يعني أتحدث عن الكرواسون التي تساوي 4 دراهم 5 دراهم، يعني تستخدم أفضل يعني الزبدة وليس المارغرين. تبقى المسائل يعني على حسب الإمكانيات. بالنسبة للزبدة سوف نحاول تشكيلها على شكل مربع بمساعدة هنا ورق الزبدة، واستخدم بلاستيك إذا لم يتوفر ورق الزبدة. أشكل هنا مربع وسوف أقوم ببسط الزبدة كما تلاحظون على هذا النحو. هي أيضا يعني طريقة يعني طي الكرواسون والعمليات اللي سوف نقوم بها لاحقا، يعني تدخل نوعية الزبدة أيضا يعني في هذه المسائل. يعني على حسب نوعية الزبدة سوف نعمل نحن على العجين. تلاحظون هنا شكلت مربع والعجين بعد أن بقي في الثلاجة لليلة كاملة. إذا كانت الثلاجة يعني باردة جدا فهو لن يختمر. تلاحظون أنه بدأ قليلا في يعني بدأت عملية التخمير، لكن إذا كانت الثلاجة يعني باردة جدا لن يحدث هذا. بعد ذلك سوف أقوم بهنا بسط العجين، أحاول أن أشكل مستطيل الذي سوف أضع وسطه الزبدة. بشكل مستطيل على قدر المستطاع، وهنا العجين يكون يعني طيء نستطيع التعامل معه بكل سهولة، وذلك لأن تركناه يعني ليلة كاملة ليرتاح أو على الأقل يعني 2 أو 6 ساعات. بعدك سوف أضع قطعة الزبدة في الوسط. إن تحتاج يا وصفة الكرواسون إلى الصبر، يعني صبر كبير وطول البال. بعد ذلك سوف أدير العجين نصف دورة. تلاحظون وأفتح على جهة كأني أفتح كتاب أجنبي، تلاحظون يفتح من الجهة الأخرى. بعد ذلك سوف أبسط مرة أخرى. بعد أن أبسطها، هو بالنسبة للكرواسون هناك إما دورة مزدوجة ودورة عادية أو 3 دورات عادية. أنا سوف أريكم لكي لا أعقد المسألة 3 دورات عادية. أتي بالعجين هنا ثم أتي بالطرف الآخر، أتخلص هنا من زائد الطحين، يعني استخدم طحين بوفرة حتى لا يلتصق، ويفضل يعني أن يكون المطبخ يعني بحرارة معتدلة لا يكون ساخن حتى يعني لا تذوب الزبدة وتسخن يعني العجين. بعد ذلك سوف أعيده إلى الثلاجة مرة أخرى، يأخذ تقريبا يعني نصف ساعة. إذا استخدمتم الزبدة يأخذ نصف ساعة إلى 45 دقيقة، إذا استخدمتم المارغرين لا يأخذ وقت طويل. يعني هنا كما ذكرت لكم يعني مسألة الزبدة تدخل في طريقة البسط وطريقة تحضير الكرواسون. هنا عندما نبسط يجب أن لا يتمزق العجين من الجوانب، إذا أحسستم أنه يتمزق من الجوانب يعني دعوه ليبرد قليلا، يعني تعني أن الزبدة يعني باردة ليست في الحرارة المطلوبة. وإذا خرجت أي زبدة أو أي شيء تعيد العجين إلى الثلاجة وتتوقف حالا، لأن يعني أن يخرج العجين تعني أن المسألة يعني كلها في خطر عملية الفيتاج أو التوراق يعني في خطر. بعد ذلك سوف أقوم هنا بالدورة الثانية العادية، يعني 3 دورات عادية وحاول أن تكون يعني متساوية. بعد ذلك سوف أقوم بالدورة التي يعني في نفس الاتجاه دائما في عقارب الساعة نفس الاتجاه، يعني كأني أفتح كتاب بالفرنسي أو بالأجنبي. هذه هي الدورة الثانية، أدخلها إلى الثلاجة كما قلت على حسب نوعية الزبدة المستخدمة، وهي في الحقيقة الزبدة أصعب، يعني الزبدة في التعامل في الفويتاج أصعب من المارغرين. يعني المارغرين أسهل، لكن كما قلت لكم يعني تبقى مسألة يعني المذاق. المارغرين والزبدة مسألة مذاق فقط، لكن يعني مسألة التوريق والمنظر الذي ترونه بالفويتاج يعني المارغرين تعطي يعني نتائج أفضل. والمخابز يستخدمون يعني زبدة خاصة كما يذكر العديد من الأخصائيين، يستخدمون زبدة خاصة لتوريق الكرواسون. وأيضا الفرن، وسنأتي على هذه المسائل، الفرن أيضا يعني يدخل في هذه المسألة نوعية الفرن وما إلى ذلك. بعدك سوف أبسط هنا العجين مرة أخرى، ودائما يعني أتأكد من أنه غير ملتصق. وبعد أن نكمل الدورة الثالثة ندخله إلى الثلاجة ليرتاح مرة أخرى. وكما تلاحظون هذا هو شكل، بعد أن أبسطه قليلا سوف تلاحظون الفويتاج أو التوريق من الداخل. لأن الفيديو سوف يكون طويل سوف أترك الجزء الثاني لطريقة تفصيل الكرواسون وكذلك الباو شوكولا.
هنا سوف أقسم العجين إلى قسمين، وسوف ترون طبقات الزبدة وكذلك العجين. هذا هو شكلها، وإلى اللقاء في الجزء الثاني إن شاء الله من الفيديو. أتمنى أن تنال الحلقة إعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر اللايك إذا أعجبتكم الوصفة. والسلام عليكم.